صفيني مرة ترتتم وقفيني مرة ترتتم ولا تنسانيش كده بالمرة صفيني مرة وقفيني مرة تارم تيرم تارم بدها تشرب حليب. هي عم تكتب الوظيفة. بتعرفي يا ماما شو عندك وظيفة اليوم؟ قالت لنا الأمس احفظ النشيد الأول بعدين تمرنوا على كتابة حرف الياء. إيه برافو. هلا بنتمرن على كتابة حرف الياء ومنغني. حفظتي النشيد؟ بلا حفظته. يلا تعي سمعيني. ماما ماما يا أنغام تملأ قلبي بندى الحب أنت نشيدي عيدك عيدي بسمة أمي سر وجودي أنا عصفور من أداري قبلة مطر ضوء نهاري أفتح عيني عند الفجر فأرى ماما تمسح شعري أهوى ماما أفدي ماما. كبري قلبي مع أحلاكي. برافو برافو عليكي يا شاطرة. شايف يا فايز؟ شايف كيف زينة حافظة النشيد بصم؟ إيه لك هاي زينة المجتهدة محي الله كلام. مو هات ايدك والحقني. ماما هلا شو بدنا نساوي؟ حبيبتي بدنا نكتب وظيفه القراءه ونتدرب على حرف الياء. افتحي لي دفترك لشوف. ماما قالتنا الان ما تكتبوا الا بالقلم الرصاص لحتى تقدروا تمحوا الغربطه. اكتبي ماما بالقلم الرصاص شو عليه. شوفي هذا حرف الياء، شايفه كيف مدور؟ له بطن مثل البطه. يعني اذا سوينا له بطن مثل الدجاجه بنكون غربطنا؟ لا ما بنكون خربطنا، المهم يكون بطنه مدور. يعني مثل البطيخه؟ مثل البطيخه. برافو عليك. يلا اكتبي لشوف. اعطيني اعطيني اللزق من عندك يا سميره. وشو بدك باللزق هلا؟ بدي لزق المصاري مشقوقين. وين حاطه؟ ماما انا بعرف وينه. جيبي الله يرضى عليكي بابا. حاضر بابا. هلا قومت البنت وهي عم تكتب مشان اللزق تبعك. يا سميرة هدول 750 ليرة، يعني تعب نهار بحاله. محرزين يعني. وليش شقون؟ لا شقيتن ولا شقوني، هنن هيك العالم عطوني اياهن هيك. يسلموا هديات يا حلوة. ايه ماما اذا كتبت الياء خمس مرات بدون ما تنزلي من على السطر بدي اخذك على جنينه مشان تطعمي البطاط. لايق عليك الخال يلي الهوى خالك، مشغول عليك البال ولا حد على بالك. لايق عليك لايق عليك لايق عليك الخال. سمعنا شوي فايز، خلي البنت تعرف تكتب وظيفتها. مالي مالي متضايقة منه ماما، بابا صوته حلو. شفتي شلون زينة مرة متضايقة وبتحب صوتي؟ ولك تقبري عظامي يا زينة، عظامي تقبريهن شو انك فهيمة. روحي بابا، روحي ناوليني المقص حتى اصل للزيت، طويلة شوي. اترك البنت بحالها بقى، أنا بجيب لك إياها. وأنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم على قد الشوق اللي بعيوني يا جميل سلم. تفضل وهي المقص. وليش حطيتيه هون؟ ما تعطيني اياه بايدي؟ ولو يا فايز ما بصير مد ايدي بالمقص وناولك يا ابنه. اوف وليش بقى؟ يو شغله معروفه. انو شغله؟ بيقولوا انه اذا الواحد مد بايده المقص بوش الثاني هاي الشغله بصير من وراها مشاكل كثير. هلا من كل عقلك بتصدقي هالكلام؟ مو شغله تصدق ما صدق، هاي شغله ثابته وما بدها اثنين يحكوا فيها. شلون ثابته بقى؟ ايش هي قانون ولا كلام مقدس؟ فايز بترجعك اذا ما بتفهم بالشغله لا تناقش ولا تجادل، اهل اول ما خلوا شيء الا وقالوا. يعني انت من كل عقلك بتصدقي القدماء واهل اول؟ مشان الله فايز قيمنا من السيره بقى وخلي كل واحد على رايه.
اشو نحن عم نتناقش باجتهاد ديني ولا فقهي حتى تتهيبي الموضوع؟ يا فايز هالشي مو من عندي، هذا ثابت بالتجربة، وجدودنا أدركوا مفعوله ورطونا يا حاجة سخافة بقى حاجة. قال جدودنا، قال يعني إذا كان في عنا بهالتاريخ كم جد خرفان ضروري نلحق تعاليمهم. العمش وإنك متخلفة. أنا متخلفة؟ إيه طبعاً متخلفة ونص. الله يثبت علينا العقل والدين يا رب. ماما ماما قومي فوتي على أوضتك. لهون وصلت معك يا فايز؟ لكن شو بدي سمي هالآراء الخنفشارية اللي عندك؟ قسماً بالله إنك قمة التخلف وإساس الرجعية. العمى العمى شو إنك دقة قديمة؟ ولك فايز انتبه على حالك شو عم تحكي؟ شبك انفلتت وفرتفلتة؟ انفلتت وفرتفلتة؟ ضبي لسانك بحلقك وبركة الحكي. قال انفلتت قال العمى، ولكن العالم وصلت للقمر للمريخ للمشتري ونحن لاحقين العلك المصدي، وعلى قولة ستنا قالت وجدنا قال. فايز لا تحكي طالع نازل، دخيلك انت والعلم تبعك. ولك يا مجدوبة نحن عايشين بالقرن 21 بعصر التكنولوجيا والكمبيوتر والتقنيات والتقدم والتطور، وانت عم تقليلي مقص ومقص فصاع. شو مخك مسكر؟ يعني ما بعرف فعلا احيانا بحسك هيك كتلة من الغباء أو إنساني هربانة من العصر الجاهلي، هيك إنك يعني؟ لا هيك زودت كتير، وأنا ما رح أسكت لك أبداً. فهمت ولا ما فهمت؟ إذا مفكر حالك فهيم زمانك ووحيد عصرك بتكون غلطان. شفتني عم رد عليك بأكابرية رح تاكلني بلا ملح؟ عم تردي بأكابرية؟ ومنين هبطت عليك الأكابرية يا بعد قلبي؟ من أبوك يلي انسجن لأنه مرتشي، ولا من الوالدة اللي لقطوها بالسوبر ماركت وهي عم تدحش كيلو بن حسين بشنطايتها بدون ما تدفع حقه؟ هالكلام مو صحيح، روح خيط بغير هالمسلة. شلون مو صحيح بقى؟ لأنه أبي ماله مرتشي، وأنت بتعرف أنه تبلوه بالوظيفة تبلي، وأمي لما أخذت كيلو البن افتكرته دعاية. ولك على مين عم تضحكي يا سميرة؟ قولي هالكلام لغيري مو إلي. خلص فايز خلص لا تجنني، اسكت ما بدي اسمع منك ولا كلمة. انت اللي بتسكتي مو انا، انا غير ربك ما بسكتني، فهماني خانوم؟ لا وقال شو عملت لي معلمة وقاعدة عم تعلم بنتها، معلوم حتى تحشي لها مخها بالتخلف والاراء البالية والمفاهيم المغلوطة. طيب انا فرجيك يا فايز، اذا ما بخليك تندم على كل كلمة حكيتها ما بيكون اسمي سميرة. لك روحي عنا يا ايدك وما تعطي. ايه بسيطة، أنا رح أترك لك البيت وامشي، خلي غرورك ينفعك. عم تهدديني يعني؟ يا ستي دربي سد ما يرد، خوفتيني والله. إيه شو عليه؟ عمال وكتر وبكرة منشوف. ولوين رايحة من غير شر؟ مو شغلك، تعي ماما تعي. شلون مو شغلي بقى؟ لا تنسي إنه أنا جوزك. إذا كنت جوزي ما بتهيني على الطالعة والنازلة. وشو بدي أعمل لك إذا كانت راسك ناشفة مثل الحيط؟ أنت اللي مثل الحيط، امشي ماما امشي. العمى قال إذا مدينا إيدنا بالمقص وعطينا له شي زلمة بتصير مشاكل. العمى على التخلف، العمى العمى على قلة العقل. لك وين المشاكل؟ وين المشاكل؟
بطلي درتي. اي والله من يد ما نعدمها يا حق. شو بقى ابو سعيد ليش مستعجل؟ مثل العاده راح ليتوضى مشان يلحق صلاه الظهر. حاضر. ومين الدوتي؟ وين ناولي البشكير؟ لا والله ما حذرتي. ليش ما بتقومي بتناوليه انت؟ امبارح طلبت بالاسم، قال ما حدا بيناولني البشكير غير سميحه. إيه لكن خلينا قاعدين لحتى يطلبنا هو. لك وين البشكير يا نسوان؟ خلصوني اعطوني البشكير. لك هلا بيقشف وشي عجلوا شوي. لك خلصوني بقى. تفضل ابن عمي. مين وانتي؟ انا سميحه. وليش مو نادره يلي عم تناولني البشكير؟ لانك طلبته مني الي امبارح. اليوم دور ندورتي ما بدي العتيقه. ندوره ندورتي نادره خانم. شرفي ناولي البشكير لابن عمك. تفضل ابن عمي. الله يتقبل يا حق. منا ومنك صالح الاعمال. الحمد لله رب العالمين. ربي اشعل وضوئي من زمزم يا رب. يا رب اطعمني اطعمني ولا تحرمني. وين مدلك سجادة الصلاة؟ لك مدي اياها، لك مدي اياها. انتي مرتي الجديدة بتمدها. وين مرتي الجديدة؟ مرتي الجديدة سميحة خانم. يلا يلا روحي روحي مدي لي سجادة الصلاة جوا اقوام قبل ما يهرب الوقت. انا ولا نادرة؟ لا انتي. امبارح مدتها نادرة، اليوم دورك انتي. حاضر. انا زلمة بخاف ربي، لازم اعدل بيناتكم. شو الحكي ها زكي؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولي آمين أنت وياها ولي. آمين. اللهم بك أستعين وعليك أتوكل. يسر لي أمري واشرح لي صدري. آمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن علي. يلا ابن عمي راح تروح عليك صلاة الظهر. استني ولي عم بدعي لربي. جاهزة السجادة؟ جاهزة. يلا دخيلك بيعمل لي بشغلات وشغلات بالبشكير وسجادة الصلاة بس. لك أنا مثل هالزلمة ما شفت ولا عيني رأيت. لك مجير الدين كلياته لحسابه الشخصي ومنفعته الخاصة. صحيح فهم هالزلمة للديني عن الخليقة. بس هو ها مو كل الناس. اي والله اللي فهمانين دينهم على أصولهم بنحطوا على الرأس. روح يعدل بين ولاده بالأول. قلتك حصرتي على زاهد اللي قلعه من البيت ورح يحرم من الورثة بس لأنه وقف بوشه وما خلاه ياكل حقوق عماته. بس زهدي طبطب على إيدين أبوه وقال له ولو يا أبي معك حق، عماتي ما بيطلع لهم شيء معك. وهو دوز دغري سفق بيت المهاجرين من ورا هالكلمة كأنه ناطر مين يشجعه. دخلي بدي أسألك، لهلأ ما تصالح زهدي وزاهد مع بعضهم؟ بحياتهم ما رح يتصالحوا. في شيء انكسر بيناتهم وانا قلبي رح يحترق من هالشغله. بتعرفي لسه لو ضليت بلا اولاد مثلك كان احسن لي. اي والله لك منيح اللي نفدت بريشي وطلعت ما بجيب اولاد. ولك احمدي ربك واشكري على هالنعمه لانه لو كان عندك اولاد كان لوع لك قلبك عليهم. الحمد لله الذي هدانا الى هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانه كرمك يا ربي سبحانه. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. سخنة القهوة؟ ايه سخنة. لحظة لحظة لا تصبي لحظة. من ايد مين مبارح انا اخذت فنجان قهوتي؟ من ايدي انا. ماشي الحال اصبح كملي كملي صبي فنجانك. مو مشان شي بحب كون عادل انا. اتفضل ابن عمي. يسلموا هديات يا سموعتي. ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة بتعرفوا يا جماعة لما كنت بين ايدين المولى عز وجل عم صلي الصبح خطر لي خاطر. خير شو هالخاطر بقى؟ عم اقول لحالي طالما ابني زهدي الله يسلمه رح يخلص عسكرية وصار على وش الجواز، ليش بقى ستي ما بنعطي سطح المهاجرين لزهدي؟ ها؟ خلينا نعمره يا ونضبه فيه.
وزاهد. لك 100 مرة قلت لك لا تجيبي سيرة زاهد. سيرة زاهد لا بقى تجيبيها، فهمتي؟ هذا ولد مغضوب. اللهم اللهم ارزقنا عيشة الأبرار، وكفنا شر الأشرار، وأهلك أعداءنا يا ربي، وأعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. يعطيكم العافية. شو صار بالماكينة يلي طلبنا تصليح امبارح؟ يا ترى مشي حالها؟ مشي حالها تمام، ومن الصبح شغالة ليك. ها ايوه. وطلبية أبو سعيد وين صرتوا فيها؟ يعني بأكثر من النص بشوي. مو متأخرين؟ أعوذ بالله، عم نشتغل بكل طاقتنا، بس مثل ما بتعرف الطلبية كبيرة كتير. ايه ماشي الحال، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية يا شباب. الحقني على المكتب للشيوخ. يلا. بتعرف يا أبو عادي، اليوم وأنا عم صلي الظهر تقبل الله يا أبو زاهي، منا ومنك صالح الأعمال، الله بعدي اسمه هيك ألهمني شغلي. خير، شو هي؟ هالعامل يلي خرب الماكينة مو لازم يتعاقب؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. طبعا لازم يتجازى، شو الحكي يا عمي؟ صحيح يا أبو زاهد، بس الغلط ما كان مقصود. هلأ لا تقعد تدافع عنه وطالع لي خلقي يا أبو عادل. الغلط غلط، سواء كان مقصودا أو غير مقصودين. ما تعطلت الماكينة 3 أيام لحتى إجا الخبير وصلحها؟ بلى تعطلت. ما تكلفنا على تصليحها من جيبتنا؟ بلى سيدي تكلفنا. ما صار عنا هدر وقت من ورا هالعطل؟ صار سيدي صار. أصبح ليش أتحمل المسؤولية أنا؟ ليش؟ يعني الله ما قال، ولا الشرع قال، ولا المجتمع قال، ولا أنا قلتها. وشو ناوي تعمل يا أبو زاهد؟ الله بعدي اسمه ألهمني إني أخصم من راتبه تعويض عن كل هالأضرار. بس هذا عامل مسكين ومو قدرته. مسكين؟ إذا هو مسكين أنا شو لكان؟ اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني يا رب العباد في زمرة المساكين يا رب. أخصم له من راتبه 1000 ليرة على مدى 1.5 سنة، خليه يعرف إن الله حق. خليه. مين سكب لي بالصحن الأولاني؟ سميحة. أصبح خدي نادرة، خدي يا نادرة، دورك هلأ. اسكبي لي بصحني، لأنه العبد الأساس المعاملة. شو اسكب لك ابن عمي؟ مر رزقة، الرز ومرقة، ورشي لي فوية شلشل، شوية فلفل. طيبين هالمخللات. يا سلم سلم، الطرشي بيتكلم. شغل مين هدول؟ شغلي ابن عمي. يعطيك العافية، يسلموا ايديك الهي. العافية. دحي سميحة على ظهر دحي اوام. ما دخلني، اليوم مو دوري بالدح. خلص خلص، لا تدحوني، مشي الحال. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العباد. آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. خير يا طير، شوفي بعد الدعاء يا ترى شو بيحرفني. اليوم بعد ما صليت الضحى وبينما كنت خاشع بين إيدين المولى جل جلاله، خطر لي خاطر. خير؟ عم اقول لحالي ايه صار لازم ابدا معامله الطابو. انو طابو؟ ارض الغوطه اللي خلف لي اياها الوالد الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه بين عباد الله الصالحين. شو بكي؟ شو بها ارض الغوطه؟ يعني عم اقول ان الاوان لحتى انقل على اسمي، طلعت ايد المساله. حصلت اخواتك البنات رح تطوب لهم اياها؟ لك انو بنات هي؟ ها؟ انو بنات؟ وين كنتي انت لما الوالد الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه بين عباد الله الصالحين كتب للارض بيع وشراء؟ انت وين كنتي؟ ها؟ شو قالوا لك يعني باكل مال حرام انا؟ باكل خلصي ذي، استغفري ربك، استغفري. سميحه. نعم ابن عمي. ابقي فاهميه لضغطك، هي امراس صغير، شلون توزعت الحصص بالعدل والتساوي؟ حاجه يوسوس للشيطان الرجيم براسها. أبي كتب لي الأرض باسمي، ضروري يخالفه بعد ما ماتوا أنا، والله بيشمط لي رقبتي شمط. بس الرحمة يا أبو زهر. بلا رحمة بلا فحمة، ما بقدر خالف أوامر أبي أنا، شو الحكي اللي مصرتي ها؟ خلص ابن عمي خلص، ولا يهمك، أنا فهمة. على كل حال ما حدا معصوم عن الخطأ،
ارفعوا ارفعوا ايديكم لشوفوا وقولوا معي امين. اللهم اعصمنا من جهل الجهلاء، امين، وسوء القضاء، امين، وشماتة الاعداء، امين، وهجوم الوباء، امين، وموت الفجاءة، امين، وزوال النعمة، امين، ومن البرص والجزام والكساح والحمى والشقيقة ومن جميع الأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام، آمين. دور مين اليوم؟ حكم العدل أساس المعاملة، هل حد يزورني؟ دورك أنت؟ ماشي الحال، الحقيني. ابو عادل. نعم عليك. تعا الله يرضى عليك، تعال شوي. امور. عود هون في كلمتين بدي احكي لك يا هون. يلا. امبارح وانا خاشع بين ايدين المولى عز بهاؤه وتعالى ثناؤه وعم صلي التراويح خطر ببالي خاطر. تقبل الله. منا ومنك صالح الاعمال. وشو هالخاطر هذا يا ترى؟ أنا فكري نحول طلبية أبو سعيد اللي عم نشتغلها للتاجر أبو رضا. ليش أبو رضا؟ عرض إنه يشتريها؟ هو ما عرض يشتريها الطلبية بالذات، بس هذا طلبه، هذا طلبه حفر وتنزيل. بس نحن عاطين كلمة لأبو سعيد وأخذين منه رعبون. إيه مرحبا رعبون، منرجع له يا. هو صحيح القول قول ومو حلوة نرجع بكلمتنا، بس أنا الله الله سبحانه وتعالى هيك ألهمني يا أخي. يعني الله ألهمك تضره للزلمة؟ ما رح نضر حدا نحن أنت التاني، بالعكس نحن يلي رح ننضر إذا أعطيناها الطلبية. شلون بقى؟ يا حبيبي أوعك تفتكر أني رح أعطي طلبية لأبو رضا لأنه رح يدفع أكثر، أوعها حاشا وكلا. الله يبعدنا عن الطمع والجشع. بس يعني مثل ما تقول أنا اللي ما أخذ كثيري على أبو سعيد، شو الحكي؟ بتخلي الواحد ما يعود يشاكله بحياته. ما أخذ؟ مثل شو؟ أنا دريت، أستغفر الله العظيم، إنه أبو سعيد ما عم يدفع زكاة عن أمواله، والمال يلي ما بيتزكى عنه شو بينقال عنه يا حزرك؟ مال حرام. أنت قلت بلسانك، بقى بتريدني أنا الحاج الورع التقي أقبض من هالجاحد مال حرام حق الطلبية؟ لا طبعا. شفت شلون؟ اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. أعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. أنا بس بدي أفهم ليش أنت بترتعبي كتير من أبو زاهد؟ يعني أنت ما بترتعبي؟ بلا، بس مو قديك. صحيح هو إلي وهيبة وروزة، بس مو لدرجة الخوف. أنا بخاف منه لأنه عصبي وخلقه على رأس مناخيره، بعدين مو بيان بيني وبينه غير طلقة واحدة. شو قصدك؟ قصدي صار ناترني يمينين طلق وطلقة ثالثة عطلوع خلق بصفة برا. أها، هلأ أهل وإمتى رمى عليك اليمينين؟ أول يمين قبل ما تشرفينا بشي شهرين، لحد هلأ بتذكر يوميتها فاتت وضى وصلى الصبح وقعدته، وبعد ما خلص سألني عن زاهد، ولما قلت له إنك ظلمته وهضمت له حقه كتير انتقتر بفرد نترة وعصب ورمى علي اليمين. تنذكر وما تنعاد. اليمين الثاني؟ اليمين الثاني كنتي انت زايرة ببيت أهلك، يوميتها رجع من صلاة الجمعة سألني ليش مالك عاملة الغداء؟ قلت له يوه كنت عم عزة. قال لي تضربي انت والتعزيل، لك الغداء أهم. كلمة مني كلمة منه عصب ورمى علي اليمين الثاني، ومشان هيك قاعدة ولابدة ومو مسترجية طالع حسي منوب. إنه أنا بدي أفهم شو قصة أبو زاهد ما بيطلع على باله أذى الناس إلا بعد ما يدعي؟ أي شو بعرفني، الطفل منه لربه. ألو يا أبو عادل، وين معلمك أبو زاهد؟ ما بتعرف وين راح؟ لا لا ما في شي، بس حابب أسلم عليك. أنت
يعني كنت حابب اطمن على الشغل. وين صرتوا؟ مصرين شوي ما هيك؟ دخيل عينك قل له لأبو زاهد ما يتأخر لي عن موعد تسليم الطلبية لأني عاطي قول للتجار وبدي صدر البضاعة على الوقت. ايه هيك قل له. الله معك أبو عادل، مع السلامة. اللهم إنا نسألك من الصحة تمامها، آمين، ومن النعمة دوامها، آمين، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، آمين، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، آمين، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعزبه، ومن اللطف أقربه، آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، آمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا، آمين. دخلي وشو مناسبة الدعاء؟ الله يجيرنا من شي مصيبة، أنا قلبي صار بين رجلي. الحقيقة يا نسوان وقت كنت عم صلي هلأ العصر جماعة خطر لي خاطف انشرح له صدري كتير وأدخل السكينة على قلبي. خير يا طير، شو الخاطر بقى؟ بنت أبو نعمان اللحام، أكيد بتعصفوها أنتم. إيه شبهها؟ المسكينة ترمدت على بكير وهي لساتها بعز صباها، ومعلومكم حرام صبية مثل الوردة تقضي بقية عمرها هيك بلا جواز. الله ما قالها، ولا الشرع قالها، ولا المجتمع قالها، ولا أنا قلتها. يعني ملاقي لها عريس؟ إيه نعم، على سنة الله ورسوله. مين هو؟ أنا. أنت؟ ايه انا ليش بحلقته؟ قلت لحالي طالما انا زلمه مقتدر والله عاطيني فليش ما بضب هالبنت وبستر عليها احسن ما يستر عليها حدا تاني ويسبقني بنيل الثواب. يعني رح تتجوز علينا؟ ايه نعم، عليكم رح اتجوز وسلامة عرفكم. الشرع سمح لي بأربعة، وانا لساتني بالثالثه، يعني عم اسمح بالفايش هيك. ما فتت للغميق؟ ما فتت. وكل وحده منكم عندها كلمه تضبها بحلقها، الله يرضى عليكم، لا توجعوا لي راسي، اسكتوا احسنكم. طالما بدك تخرسنا ليش عم تاخذ راينا لكان؟ ما عم باخذ راي حدا انا، مالي بعازي. ليش ايمتى النسوان كان بيتاخذ برايها اصلا؟ ايمتى من متى يعني؟ طول عمرهم نص عقل. شو يعني؟ نحن ما بتاخذ راينا؟ إلهي سيدي ومولاي يا ربك لعنده وخلصنا منك على اول سبب، امين يا رب العالمين. ولك عم تدعوا علي انا؟ بسيطه. طالقات انتو التنتين طالقات، نادره فتحي ادانك مثل البرزان، انت طالق، سميحه سموحتي انت طالق انت، يلا نقلعوا من وشي انتو التنتين، يلا على بيت اهاليكم، ما بدي اشوف خلقتكم هون مره ثانيه، يلا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ولك من ناقص، شو فاكر حالك معيشتها بالجنه؟ اصلا هذا اليوم الكنا نريده. ايه نقلعوا من وشي، نقلعوا يلا، الله لا يردكم. اوبت مطلقات. شرف اخي، هاي رعبونك وصلى الله بارك. شو صلى الله بارك؟ شو عم تحكي انت؟ والاتفاق اللي كان بيناتنا؟ انت قلتها من تمك، كان في اتفاق بيناتنا. ايه مرحبا كان، بس هلا خلاص كل واحد منا بينام على الجنب يلي بيريحه، وانا بصراحه مو هذا الجنب يلي بيريحني، مو هذا ابدا. شو هالحكي؟ شو القصه ابو زاهد؟ فهمني، شفت مني شي لا سمح الله؟ قصرنا معك بشي؟ لا والله ما شفت شي، وربي على ما اقول شهيد. انت ما قصرت، ما قصرت بتاتا، بس انت بتعرفني يا عروس سعيد، بتعرفني منيح، يعني انا رجل مؤمن وورع وبخاف ربي، بخافه تماما. والنعم منك. وانا لما كنت بين ايدين المولى عز بهاؤه اجاني هاتف خفي، هتف باذني انه انهي كل شيء بينك وبين ابو سعيد، انهي. هاتف خفي؟ ومنين هالهاتف بقى؟ من غامض علمه، الله اعلم منين. بقى شوف ابو سعيد، انت شو عامل مع ربك؟ وروح توب واستغفر، استغفره. لحق حالك ابو سعيد، لحق حالك، الدنيا فانيه ماضيه. لك شو عم تحكي انت؟ شو هاتف خفي وهاتف خلوي؟ بعدين شو بدك فيي اذا كنت استغفرت ولا ما استغفرت؟ اصلا منو انت يا؟ منو انت لحتى تحاسبني؟ الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لا حول ولا قوه الا بالله. أبو زاهد تسلم لي عينك، أنا ملتزم مع الناس ولازم أشحن البضاعة بعد أسبوع وما عاد لحق أشتغل عند حدا تاني. لا تحاول أبو سعيد، الموضوع مو بإيدي النوب. إلا كان بإيش؟
برجلك؟ انت اكيد حدا مسلطك علي، اتقي الله يا رجل، اتقي الله، هالشغله فيها خربان بيوت. اعوذ بالله من غضب الله. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. لك شو هالحكي هادي يا ابو سعيد؟ ليش لاخرب بيتك انا؟ ليش؟ في شي تار؟ في تار بيناتنا لاخرب بيتك لا سمح الله؟ سأل حالك، ليش عم تستنيني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. الله يهديك يا أبو سعيد، الله يهديك لجادة الصواب والحق. هلأ هذا آخر كلام عندك؟ والله نعم. طيب باشي الحال، بس يكون بعلمك يا أبو زاهد إني ما راح أمرق لك القصة على خير أبدا، وبكرة بتشوف. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب. دخيل عينك يا مصطفى، بدك تدبرني. إيه القماش جاهز؟ لا لا ما بنشيل حالي بعشرين يوم. إيه لأنه هي الطلبية للتصدير. حبيبي إذا تأخرت من خرب بيتي، يعني لو سوق المحلية ما بتفرق معي، كنت دبرت رأسي. إيه بس هي للشيشان، شلون بدي أتفاهم مع الشيشانية؟ طيب شو الحل؟ دخيلك اسعفني فيه؟ نعم؟ حط البضاعة بمشغلين ثلاثة؟ بس بخاف يطمعوا علي. اي خلاص خلاص، انت تكفل بالموضوع، تأكد اني ما بنسالك اياها، ما بنسى وقفتك معي ابدا. خبرني شو بصير معك اول باول. اهلين بصطيف، الله معك حبيبي، مع السلامة. شو معلمي؟ ان شاء الله مش الحال. ما منقول الا يا رب، بس اخ هالكف اللي اكلته من ابو زاهد رح يطوشني طوش، بحياتي كلها ما اكلت مثله. والله معك حق يا معلم، لكن عم بقلبه من طول عمرنا بنتعامل بالكلمة. لك التاجر كلمته طابه عقد، منبيعه ونشتري فيها. لك شو صاير لهالدنيا يا مسعود؟ شو صاير؟ معلمي هدول مو تجار أصليين، هدول متعدين على التجارة تعدي. معك حق، مو كل مين قال دي صار طنبرجي، ولا كل مين صف الصواني صار حلواني. اسمعني أحكي لك الحكاية. تفضل معلم. هذا بزمانه كان في واحد بده يروح على الحج، ومن خوفه على مصاريه نزل على السوق ليودع عند حدا من التجار، وكانت التجار تودع مصاري وأمانات للحجاج بهذيك الأيام. المهم هالزلمة اختار تاجر لا على التعيين، وحط الخمس ذهبات اللي حيلته أمانة عند التاجر وسافر. لما رجع من الحج نزل على السوق رأساً ليسترد أمانته، بس من لخمته فات بالغلط لعند تاجر تاني، لأنه نسي شكل التاجر الأولاني اللي حط عنده الأمانة وطلب الأمانة من التاجر التاني. جايك بالحكي، كان التاجر قاعد مع أربع خمس تجار على باب المحل وعم يشربوا شاي. لما قال له الزلمة عطيني الخمس ذهبات اللي ودعتهم عندك قبل ما روح على الحج، طلع فيه هيك التاجر وقال له تكرم عينك، قام عدل له الخمس ذهبات وناوله ياهن. شيه، شلون عطى الذهبات ومو هو اللي أخذ الأمانة منه؟ طول لي بالك لكفي لك القصة. لما مشي الزلمة بالسوق شاف التاجر الأولاني اللي حط عنده الأمانة وتذكره، قام رأساً دغري سلم عليه وبوسه وطلب منه الأمانة. التاجر الأولاني ما كسب خبر، عدله الخمس ذهبات وعطاياهم مع حبة مسك. يعني على هالحالة صار معه عشر ذهبات بدل الخمسة. إيه نعم عشر ذهبات، بس هالزلمة انشلش من القصة وقال لحاله ليش هداك التاجر عطاني خمس ذهبات؟ شو السر؟ رجع لعنده وسأله هالسؤال. قام التاجر شو جاوبه يا حزراك؟ قال له أنت سألتني عن الأمانة قدام تجار السوق، وإذا بدي قلك أنه ما إلك عندي شي بجوز تكبر القصة ويصير فيها أخذ وعطى قدام التجار وتنضرب سمعتي بالسوق، وأنا اشتريت سمعتي بهالخمس ذهبات لأنه سمعتي هي رسمالي بالسوق. يا لطيف، هيك ها؟ هيك التجار؟ مو مثل هذا أبو زاهد؟ لا تذكرني فيه دخيل الله، لا تذكرني فيه وخليني رايق. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. حضرتك أبو سعيد يا أخي؟ إي نعم، أي خدمة؟ نحن نسوانه لأبو زاهد. هو بعدكم لعندي؟ لا، جايين بدون علمه وبدنا نقلك على شغلة بتهمك. الله يرضى عليك يا أختي، طالما جايين بدون علم الزلمة أنا ما بقدر أسمع شي، عذروني. أصلاً أنا ما بحب الحرمة يلي بتتصرف بدون علم جوزة. نحن ما عدنا على زمته لأبو زاهد، امبارح طلقنا نحن التنتين. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديه على العملة. تفضل تفضل أختي، تفضل استريحوا. مسعود جيب كازوزة الخانمات يرضى عليك.
حاضر معلم. لا معلش، ما في داعي تعذب حالك. ارتاحوا ارتاحوا يا اختي، ارتاحوا، ليش واقفين؟ هات كرسي يا مسعود، هات للخانم. ايه خير، شو الموضوع؟ اخي حضرتك مو موصي لابو زاهد على طلبيه كبيره مشان التصدير؟ اي نعم انا، وعطلني 20 يوم وخاوز معي، الله يصطفل فيه بجاه النبي. انت بتعرف شو السبب؟ لا والله ما بعرف. ابو زاهد ناوي يبيع البضاعه لتاجر تاني لانه دفع له فيه سعر اعلى وقبض منه رعبون اكبر. ها هل افهمت فعلا؟ اذا عرف السبب بطل العجب. دخليك هذا التاجر الثاني بتعرفوه؟ نعرف انه بيقولوا له ابو رضا. ابو رضا بقى هي هي القصه من اولها، شو رايك يا سيدي؟ ما توقعت يطلع هالشي من ابو زاهد. ويا سيدي طلع، شو بدنا نعمل هلا؟ بسيطه، هالكف اللي طعمانا يا لازم نرد له يا واليوم قبل بكره. وانت عيني، بس شلون؟ انا من جهتي ما راح اخذ منه البضاعه، ومو بس هيك راح انبه على كل اهل السوق ما حدا يشتري منه شيء، خليه يتعلم التجاره على اصولها. طيب والرعبون اللي دفعت له اياه؟ مو مشكله بلا، امشي لقلك، امشي روح لعنده. شلون اخي ابو رضا؟ شو قلت؟ ما عاد بدك البضاعه؟ لا والله ما عاد لي مصلحه فيها. ايه بس البضاعه نقصت لحسابك يا حبيبي، بناء على طلبك يعني، بضاعه بمليونين ليره، شو بدي اعمل فيها انا؟ ما بعرف، تصرف. شلون بدي اتصرف؟ وين بدي اروح فيها يعني؟ ها ليكون ما بدك اياها مشان ما يزعل ابو سعيد. ايه مو مشكله ابدا، تكرم عينك انت وابو سعيد. خلص ابو سعيد ولا يهمك، خذ البضاعه انت وبالسعر الاولاني اللي كنا متفقين عليه. شو تشربوا؟ معلش يا ابو زاهد، يسلموا ايديك، بضاعتك خليها عندك، انا ما عندي مصلحه فيها. كمان انت؟ طيب ليش؟ فهموني ليش؟ شو السبب؟ والله كنا عم نصلي جماعة أنا وأخي أبو رضا وشلة من التجار، قام الله الله بعد اسمه كرمه ألهمنا أنه ما نتعامل معك لا من قريب ولا من بعيد، لأنك واحد قليل ذمة وأمانة وضمير، والأهم من هيك أنك ما بتخاف من الله. عن إذنك. شي أما خيلي، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. بحب اشكركم كمان اني ولاول مره بتاريخ مجلس مدينه السكريه راح اوافق على صرف مبلغ 3 ملايين ليره سوريه لدعم احتفال المدينه بذكرى العالم الجليل ابن سكر والملقب بالسكري، وما بصور في حدا يعني بعارضني بهالفكره. مزبوط استاذ ضحاك مزبوط، باعتبار هالذكرى هي ذكرى الالف لميلاد السكري فالمفروض يكون الاحتفال مميز وملفت للنظر. وانا هيك عم اقول. بقى شو اقتراحاتكم التنظيمية لهالمهرجان أستاذ خطاب؟ أستاذ أنا بالنسبة لي رح أجهز 3 خطابات، واحد بيلقي مسؤول التنظيم عن الحفل، والثاني بيتحدث عن الكتب والآثار اللي تركها ابن سكر، والثالث عبارة عن بحث مطول في السيرة الذاتية لهذا العالم. عظيم كتير، أعطيني هذا الخطاب الأخراني الثالث أنا بلقيه. على عيني. وأنت يا سيد رشوان شو رح تعمل؟ أستاذ أنا رح أوصي على 100 لافتة وأنشرهم في الساحة الرئيسية عند النصب التذكاري والشوارع المجاورة ومداخل المدينة. رح أوصي كمان على 20 حبل كهرباء و1000 علم، بالإضافة لبناء منصة خطابات لائقة. هذا كلام جميل. أستاذ ضحاك، أنا طلبت من الفرقة النحاسية الموسيقية أنه تتدرب على بعض المقطوعات المناسبة للاحتفال، وطلبت من الأستاذ الشاعر عمر أبو كاشف بنظم قصيدة يشيد فيها بمآثر السكري والسكرية، ومبارح بعت لي 5 أبيات بالفاكس رح سمعك ياهم. بلدي بلدي تباهي دائما وتبختري بمرور 1000 فوق ذكرى السكر، إن العلا والمجد في أعطافنا والمنجزات الغرة. بكفي بكفي،
وانت يا استاذ توفيق شو ناوي تعمل؟ انا رح وجه دعوات خطيه لرؤساء مجالس المدن والمخاتير والمثقفين اللي عندهم اهتمام بهيك امور. ليش لا؟ لازم يصير هالشيء، لازم، لانه نحن. عفوا استاذ، تسمح لي بكلمه؟ تفضلي، مع انه ما خلص كلامي لسه. انا اسفه استاذ، بس قبل كل شيء لازم نخصص مبلغ من هالثلاث ملايين لصيانه تمثال السكري، لانه بصراحه الصحافه كاتبه عننا حكي ما بيسر بنوب. مجلس البلدية يحتفل بذكرى ابن السكري، والإهمال يحيط بالنصب التذكاري. العالم الذي منح المدينة اسمه يقف بقامته على تل من القاذورات. بقى شو رأيك؟ هذا اسمه علاك وحكي مصدي، وأكيد اللي كاتب هالمقال هو الصحفي المغرور حمود القانوني، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، وهاي ناشر صورته هون كمان. يا توفيق. نعم استاذ. لا تدعي لهذا الصحفي على الاجتماع منوب. اوعك تدعي، لانه نحن مو ناقصنا لا افتراءات ولا اتهامات ولا تخرصات، يلي فينا بكفينا. على كل حال انا رح ارأس وفد ورح ازور موقع النصب بنفسي. يلا يا اولاد قربوا تفرجوا على التمثال منيح، قربوا. ايه يا اولاد، مين بيعرف شو اسمها هي الساحة؟ انسي، اسمها هي ساحة السكرية. برافو عليك، بتعرف ليش سموها ساحة السكرية؟ لا ما بعرف. هي سموها ساحة السكرية لأنه فيها تمثال العالم الكبير ابن السكري. وين هذا ابن السكري انسي؟ ابن السكري كان عالم فلكي كبير ومهتم بشؤون الكواكب والنجوم ومكتشف لبعض النظريات الرياضية. قروا شو مكتوب هون. بس هذا مات من زمان كتير أنسي. صحيح، ابن السكري صار له متوفي أكثر من 500 سنة، يعني من وقت ما تأسست هاي البلد. يعني مشان هيك سموها السكرية أنسي؟ برافو عليك مهند، مشان هيك سموها السكرية أنسي. لو ما كان هذا العالم مدفون هون شو كانوا سموا بلدنا؟ والله ما بعرف، الله أعلم. بس نحن حبيباتي على كل حال لازم نفتخر انه هذا العالم العظيم توفى بغداد واندفن عنا وعطى اسمه لبلدنا. انسي انا حبيته. وانا كمان. كتير منيح، طالما حبيتوه تعوا ننظف المكان ونلملم الوسخ. ماشي؟ حاضر انسي. يلا ورجوني لشوف. مرحبا سوسان. اهلين حمود، شو جابك؟ والله مارق بالصدفه شفتك انت والولاد، شو عم تساووا؟ شفت عينك، حمله تنظيف صغيره، عم عود الاولاد على النظافه واحترام الرموز. انت شو اخبارك؟ لساتك عم تكتب بالجريده ولسانك طويل؟ هلا هيك طلع معك لساني طويل؟ الله يسامحك. طب شو الفائده يا حمود اذا كنت عم تكتب وتنتقد وما حدا عم يرد عليك؟ ولو ما كان في فائده يا ستي رح ضل اكتب. هلا شو بدنا بهالسيرة؟ فيني اشوفك اليوم ولا لا؟ لا والله صعب شوي. وليش صعب بقى؟ مع انه قلنا زمان كتير ما قعدنا مع بعض. مزبوط، بس اليوم انا بدي اروح زور اهلي بالضيعة، خليها لبكرة. ماشي، وبايش رايحة على الضيعة؟ بسيارتي مثل العادة. وبتوصلك لهني؟ ايه وبترجع كمان. قالوا له لعمك وهي قال لهم ما اجيت. لك وينك يا طرزان؟ تعال هون ولا تعب يا الكاسات لشوف تعب. مور استاذ. واحد مثلك استاذ ولا استاذك ضريب اللي خلعني اياك. عبي عبي الكاسات. مي استاذ. ولك شو مي؟ شو مي يا سعدان؟
ايش شايفنا حمير حتى نشرب مي؟ ليش بس الحمير بيشربوا مي؟ لك لا يا زلمة والبقر كمان. حاضر شان خبير. لا تكون بخيلها، عبيها للشفة لأنه بدي اطلع على الحفة. ان شاء الله مضي لي هالنهار على خير. سايرهم قد ما بتقدر، نحن مالنا قدهم هدول. والله يا معلم عم سايرهم، بس هذا شامخ لا بيعجبه العجاب ولا صيام رجاب. هو الحق بايدك لانه شامخ ارزل واحد فيهم، لو كل واحد ناتع لي اسم نضالي شكل، كفاح ونضال وفداء وسائر. معلم صدقني انا ما بتفرق معي، وبطول بالي عليهم، بس هن بيزودوها، وكل ما يجوا لعنا بيساووا هيك. طيب فهمني، شو بيطلع بايدنا نعمل؟ وين رحت يا طرزان؟ وين رحت؟ امور شامخ بيك، انا بالخدمة. غيرنا صحن اللحمة، غيره قبل ما تهرب قابلتنا. ليش شو بو صحن اللحمة سيدنا؟ اخي ما بو شي، بس انا هيك مرق مو عاجبني، شو رأيك؟ بس هذا لحم غنم. لك ان شاء الله يكون لحم حورية من الجنة، انا ما حبيته وبدي غيره، شو رأيك بقى؟ غيره احسن ما ادلقه فوق راسك. على راسي وعيني تكره. لا مو على راسك، بايدك. ايه يلا. قرب لي البطاطا، قرب لي. لك احلى ابو النضل. على راسي. وينك يا سعدان؟ مور سيدنا. لك شبك قال بوشك مثل اللي قاتلين لواتي؟ ما في شيء. حط لنا شي شريط حلو على كيفك حتى نسمعه. امرك استاذ. شو بتحبوا تسمعوا استاذ شامخ؟ هات لشوف، شو في عندك طرزان افندي؟ عندي وديع الصافي، فيروز، عاصي الحلاني، ملحم بركات، شو بتريد تسمع؟ ما في عندك أعتت من هيك؟ مالي صحبة أنا وياهم، قسما بشرفي أنا وبالحمام بغني أحسن منهم. طل الصبح ولك علوش، سبقونا هان حصادي. يا شميخ يا حبيب، هيك جبلنا شريط علي بديك من السيارة بسيك. لك على راسي. ومعجل الله يخلي الله، وهات لي شريط عالي الديك. يسلم لي الميكانيكي. انا قال صباح الخير يا أنسة، قالت له من جحشنتك. قوموا شباب، قوموا معي شوي. لك وين شريط كاسة؟ لك بلا كاسة بلا بطيخ، عم قلكم قوموا. لوين بدنا نروح؟ في برا بنت بتطير ضبانات العقل، لك بتصل السطل، قوم شوفها قوم. لك قوموا قوموا قبل ما تمشي. وجب أبو النضل وجب، لك تسلم لي عينك على الاستفادة. استنفار شباب. يلا. وينك يا طرزان؟ مور شامخ بيك. سجل الفاتورة عندك على الحساب. وينك؟ نحن ما بناكل حق حدا. باي شمبانزي. شو بيظهر سيارة الحلوين حميانة؟ ما انت السادة عطشانة؟ لك رحلة العطشانين ورصاص يطلع عمركم. اي عنك 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 عنك. شوي شوي ها شوي شوي. حطلك مي. دير. وين طريقك؟ من وين السيارة يا حلو؟ كولا. ركبنا معك دورة زكاتا. لك وين رايحة؟ ولا بحياتك كسرتوا النظر التذكاري، الله لا يعطيكم عافيه.
قول الحمد لله على السلامة بالقوة. لك الله لا يسلم فيكم ولا عظمة. منيح هسه ما بخيناها. يا حبيبي وسكرانين؟ يا الله يسوي دوشكم أكثر ما هو أسود. يخرب بيتكم، يخرب بيتكم على العملة، لك والله هي جريمة بحق البلد، بتستاهلوا إعدام عليها. إيه والله. هلا لا تفلسفوا علينا طالع نازل أنت وياه. شو صار يعني؟ الله وكيلكم يا جماعة غصب عنا يعني. كأنه في مغناطيس جرنا لهالتمثال. شو صار يعني؟ شو خربت الدنيا؟ بتلعم تركوهم يا جماعة، لا تخلوهم يهربوا. شو بك يا لك تركك انت ويا احسن ما تندموا. ها لك يا احمد ما عندك تبخ. لك عارف مع مين عم تحكي ولا لا؟ مين عم تحكي يعني؟ لك انا شامخ ابن ابو شامخ. لك ان شاء الله تكون ابن ابو نافخ. نستلمكم الشرطة، نستلمكم الشرطة. تحركوا. الو حمود، اسمعني منيح يا مقدم صلاح ولا تحط لي العصي بالعجلات. ابني شامخ بده يطلع من السجن، يعني بده يطلع من السجن، مفهوم؟ صدقني يا ابو شامخ ما بقدر، ما بقدر نوب مع الاسف. وليش حتى ما بتقدر؟ الشغله بايدك. بك يا حبيبي الشغله مو سهله، ابنك ورفقاته محطمين النصب التذكاري للمدينه بسيارتهم. واذا محطمينه دخيلك يعني شو هالشغله الفظيعه اللي عملوها؟ يا ابو شامخ هالنصب هاد غالي على اهل المدينه كثير، ومو بهالسهوله بنقدر نتجاوز الموضوع. طيب يا سيدي انا مستعد ادفع من مالي الخاص حق تمثال جديد، بس طلعوا لي ولد من هالحبس وخلصوا لنا هالقصه بقى. اسف يا ابو شامخ ما بقدر طالعه، الاهالي محاصرين المخفر ومستكبرين الموضوع كثير، واذا طالعنا هالشاب بدها تصير مصيبه كبيره. لك ايه وشو بدهم يعني؟ الاهالي عم يطالبوا بمحاكمة ابنك ورفقاته. بدهم يحاكموا ابني؟ لك فهمني على شو بدهم يحاكموه بس؟ على الجريمة اللي ارتكبها هو ورفقاته. لك حسبي الله ونعم الوكيل، لسه بيقول لي جريمة؟ لك شو بك؟ جنيت انت يا مقدم صلاح؟ اخي من الاخير بدك تطلع الولد ولا ما بدك تطلعه؟ يا ابو شامخ انا بصراحة ما بيطلع بيدي طالعه. الاهالي مجتمعين حوالين المخفر وعم يحتجوا على الموضوع، الشغلة فيها مسؤولية كبيرة. طيب. وشو طريقة هلا؟ أنا من عندي ما بقدر. شوف الأستاذ ضحاك رئيس المجالس. بسيطة. أنا رح شوفه واتفهم معه. وأنا من جهتي يا أبو شامخ رح عامل ابنك ورفقاته أحسن معاملة، ورح أدللهم وجيب لهم أحسن أكل. أنت ريح لي حالك وما بدنا هالمنية منك. الله غنينا عن أكل المخافر. هلا بعت لهم كل شي بدهم إياه. حسابك عندي يا مقدم صلاح. صدقيني يا سوسن هاي القصة ما رح تمرق على خير، وشامخ ورفقاته لازم يتعاقبوا. طيب انت شو طالع بايدك؟ انت صحفي وما حدا بيرد على كلام الصحفي عنا بالبلد. لأ يلي بيعقد المسألة ان ابو شامخ مسؤول كبير عنا بالبلد. او اذا كان مسؤول كبير يعني المفروض من المسؤول لما اللي بيكبر مركزه وتعلى مراتبه انه يتفهم الغلط ويصف مع الحق، بعدين لازم هو يلي يخاف من الناس ويحسب لهم حساب، مو الناس تخاف منه وتحسب له حساب. انت عم تحكي من وجهة نظر مثالية ومنطقية، وهالشي مو متوفر عنا بنوم. يا ستي اذا متوفر ولا مو متوفر انا رح ضل اكتب مقالات بخصوص هذا الاعتداء السافر على رمز مدينة السكرية، ورح ضل حرض الناس على عدم التساهل بهذا الموضوع. شوفي شو كتبت اليوم. الاحتفالات بذكرى الالف عام لميلاد رمز المدينة تتحول الى مناسبة حزينة بعد تحطيم النصب التذكاري. يا اهلا وسهلا ومرحبا بابو شامخ العزيز زمير الكفاح والنضال. شرف يا سيدي. شكرا. قسما بالله اشتقت لك يا رجل، وينك؟ ما حدا بيشوفك ولا بيسمع عنك اخبار. بصراحه يا استاذ ضحاك انا مزعوج منكم كثير. معقول يا رجل؟ معقول؟ ليش؟ ابني شامخ ضل موقوف عندكم ليلتين هون بالنظاره وهو ابن الاكرمين؟ معقول؟ ايه بسيطه ابو شامخ بسيطه، طول بالك علينا شوي. اولا ابنك ضيف عنا مو موقوف. بلا ضيف بلا بطيخ. أرجوك يا أستاذ ضحاك خلينا واضحين مع بعض وما في داعي نتلاعب بالألفاظ. ابني لازم يطلع من النظارة فورا، هذا اللي بفهمه. ومين قال لك ما رح يطلع؟ وحياتك رح يطلع وهو معزز مكرم. بس يا ريت حضرتك يعني هيك تستوعب شوي وتقدر موقفي. لك أنا موقفات؟ إمتى بده يطلع يعني؟ يعني على الأقل حتى تهدى العاصفة شوي. حسبي الله ونعم الوكيل. لك أنا عاصفة هاي؟ أنا عاصفة؟ يلي بقصده يا أبو شامخ إنه أهل البلد ضايجين شوي وغضبانين. يعني بس هن ضايجين وغضبانين؟ أنا كمان ضايج وغضبان يا أخي.
ما اختلفنا يا ابو شامخ، بس نحن كمان ما بنقدر نتجاهل راي الناس بهالسهوله. الناس محاصرين المخفر. واذا كانوا محاصرين المخفر يا اخي الشرطه ترهبهم بالعصاية، ترهبهم ارهاب، وجعني منه انت عمل له كفين على خلقته وبينتهي الموضوع. شو عم تحكي انت يا ابو شامخ؟ المساله ما بتنحل بهالطريقه ابدا. ايش وين عايشين نحن؟ الا اذا كنت ناوي انت تورطني وما بيهمك وضعي. يا استاذ ضحاك، مو مساله ورطك بس الولد. يا ابو شامخ العزيز، نحن بنعتبر هالتجمع العفوي وهالاحتجاج التلقائي والغير منظم بنعتبره بمثابة الادعاء السافر والإدانة الواضحة لتصرف ابنكم، وهالشي ما ممكن تجاهله أبدا. صدقني ما عم بفهم عليك، يعني كل هالشهاد مشان هالصنم وهالكم حجرة اللي تكسروا جنبه؟ لكن هاي أخي بأفغانستان كسروا مليون تمثال وما حدا منهم قرب على كسر التماثيل، بقى هلأ مشان هيك تحط ابني بالحبس؟ معقول الحكي هذا يا أخي معقول؟ إيه بس يا أبو شامخ، هالنصب هذا اللي كسروا ابنك الله يحرسه ويسلمه يعتبر رمز البلد وبيعني للأهالي أشياء كثيرة. أتفضل شوف شو كاتب الصحفي حمود القانوني اليوم عن الموضوع. ومنه هذا الصحفي حمود القانوني؟ لعم ما أبقحه؟ معقول هيك يعني بيحكي على كيفه وبكتب على كيفه؟ لعم يعني وين مشتغل هذا؟ وين مداوم يا أخي؟ لا يا أبو شامخ، الأمور ما عادت مثل الأول. كيف يعني ما عادت مثل الأول؟ يعني هالجفاصة وهالتبلي بالشكل اللي حضرتك عم تفكر فيه ما عاد يعطي نتيجة. المسألة بدها محاورة، بدها مداورة، مناورة، تفنن بالأساليب حتى توصل لهدفك. وشو كاتب هذا الصحفي؟ يا سيدي كاتب: ثلة من السكارى تلاحق معلمة وتحطم رمز المدينة في السكرية. العنوان الثاني: القانون يجب أن يسري على الجميع، أولاد المسؤولين ليسوا فوق القانون، نطالب بالعقاب الشديد لمن حطم باستهتار رمز المدينة. استغفر الله العظيم، لك شو الحمار هذا؟ لك شو الحمار؟ معقول؟ يعني كأنه ابني قتل وشي قتيل؟ سيدي هذا الصحفي بالذات لسانه طويل وما عنده كبير إلا الجمال، ودائما حامل لي سلم بالعرض وماشي. الله وكيلك ما حدا عم يفوت من شره. أنا شخصيا كتب عني مقال بزمانه مثل السم، مو بس ابنكم. ولك على أنه فرع محسوب هاد؟ على أنه فرع؟ يا أبو شامخ صدقني هالأسلوب القمعي تبعك بطل من زمان. هلأ نحنا لازم نستعمل الذكاء والمناورة حتى نمشي أمورنا. بقى طولي بالك شوي وما بصير إلا اللي بدك إياه. استغفر الله العظيم، ماشي الحال. طب ما فيني نشوف الولاد هلأ؟ ولا يهمك، هلأ بنروح نشوفه سوا أنا وياك. تفضل إذا بتريد. شرف. ما رح نتحرك، لا تنفهم معهم هون. انتبهوا انتبهوا يا شباب، وصل رئيس مجلس مجالس الاستاذ ضحاك لقموا هيك معه ابو شامخ كمان. وشو جاي يسوي هون؟ اكيد جايين يطالعوا شامخ ورفقاته من الحبس. ايه فشروا، ايه ما بيفوتوا على هالمخفر لو طبقت السماء على الارض. نجوم السماء اقرب له. شوف شغله فوضى. رجع لورا احسن لك، رجع احسن لك. ها رجاء تحرك، رجاء احسن لك، يا احسن ما وقفش على رجاء. عيب نور، رجاء يا اخي الله يرضى. لا لك رجعت، رجاء لورا. عرفتوني مين انا بالاول؟ عرفنا سيدي، ورجع محل ما جيت بيكون احسن. رجاء لورا، بعد طريقته يا سيدي وين عم بعد؟ معلش يا ابو شامخ، معلش روق شوي شباب. لكن ما بدي روق ولا شيء يا رجل، قسما بالله ماني نفسي احط شيء بتمي ابدا. معقول؟ لك كأن الوحوش وفلتاني. معقول هالشيء؟ معلش يا ابو شامخ، الجماعه هلا دمهم حامي ولازم نطول بالنا عليهم وناخذهم بالمسايره. فزع على قلبك ما ابرد يا اخي، ولا انت بنضل نستنى لايمتى؟ لك ام شامخ رح يدوب قلب على هالصبي، كل شوي بترفع لي التليفون تطمن عليه وهي عم تبكي وعم بتقول لي طول بالك. لا والان كمان هيك، لو تعرف شو قالت لي باخر تليفون. لا والله، شو قالت لك؟ قالت لي شو اسمك مسؤول انت؟ معقول يضل ابنك بالحبس وانت صحبه من الروح للروح مع وزير الداخليه وكبار المسؤولين بهالبلد؟ صدقني وزير الداخليه ما عم يرد على حدا وما عم يقبل الضغط من اي انسان. لك رامه، لك شو صار بهالبلد؟
لك معقول وزير ما نقدر نمون عليه؟ لك شو؟ يعني بطل مفعولنا؟ انتهت صلاحيتنا يعني؟ وحياتك ما انتهت ولا شيء. انت ما بدك ابنك يطلع من الحبس مثل الشعره من العجين؟ لك طبعا بدي، لك انا ما بدي، بس شو بدنا نطالعه وهالرعاة محاصرين المخفر؟ لك من امتى كانت البلد تسمح بالمظاهرات؟ من امتى؟ لك على العلم اذا تجمعوا اثنين مع بعضهم بفرقوهم، لك حتى حفله العرس بدها موافقه. بقى شلون؟ لك شلون هدول فلتانين قدام باب المخفر؟ لك والله ما عم صدق لك يا ضحاك. وحياتك يا ابو شامخ، رح خليهم ينسوا المخفر وابنك وينسوا حالهم كمان. بس انت اصبر علي شوي. ماشي يا ضحك ماشي. الو، مرحبا ابو رستم، شلونك؟ عرفتني؟ ولو وهل يخفى القمر. اهلين وسهلين بالاستاذ ضحاك، امبارح كانت عندي المدام وبعثت لك سلام معه. يا سيدي وصل سلامك وشكرا على الهديه كمان. ليش عذبت حالك يا ابو رستم؟ ولو يا استاذ ضحاك، نحن ما عملنا غير الواجب. اسمع ابو رستم، بدي منك خدمه صغيره وبتمنى انك تتجاوب معي وتفهمني كمان. ايه على عيني وراسي، انت بتأمر امر استاذ ضحاك. هو الحقيقه ما بيمشي الحال على التليفون. تعال لعندي على الفيلا. ايه انا بانتظارك. نفس الفيلا؟ ايه بالمناسبه عندي ضيف عزيز بتعرفه من ايام النضال القديم. ايه قبل حضرتك ما تعتزل الحياه السياسيه. ومين هو يا ترى؟ شوقتني اكثر لحتى اعرف. يا سيدي عندي الرفيق ابو شامخ يلي كان رئيس حلقتنا قبل 30 سنه، تذكرته؟ ولو طبعا تذكرته. بالمناسبه سمعت لك انه ابنه شامخ محبوس عندنا هون بالسكريه. ايه والله يا ابو رسم صحيح، بس الولد محبوس ظلما وعدوانا هو ورفقاته، وانا بصراحه مشان هيك فاتح لك تليفون. خلص معناتها الساعة 5 بكون عندكم بإذن الله. مع السلامة. رستم؟ يا رستم. نعم بابا. شو عم تساوي جوال؟ عم ساوي شاي لأنه بحب الشاي. اترك لي الشاي بإيدك وطلع كنس الرصيف برا، أمان. طيب بإيش دي كنسو؟ بشو بدك كنسو يعني؟ براسي؟ بالمشي؟ روخده من جوا، أمان. يعني عيني وراسي. تعال إلا. موت كنس لي كل الرصيف بس قدام المحل تبعنا، ما لنا علاقة بالعالم. تحرر. طيب لأمتى بدهم يضلوا الأهالي مرابطين على باب المخفر؟ ما رح ينصرفوا من قدام المخفر إلا ليحول رئيس المخفر المتهمين على المحكمة. وليش ما حولوهم لحد هلا؟ قال لسه ما خلص تحقيق. والله يا حمود قلبي مو مطمن بنوب لهالقصة. معك حق يا سوسن، لأنه أبو شامخ عم يفتل من قرنة لقرنة، وشو عم يحضر شو عم يطبخ ما حدا بيعرف، الله وحده اللي بيعلم. لك يا عيني عليك يا أستاذ ضحاك، هي اسمها خطة محكمة. قسما بالله الجن الأزرق ما بتخطر بباله. بيني وبينك أنا آخذ دروس عند الجن الأزرق. بس اللي شايف إنه الجن الأزرق آخذ دروسه عندك. أصر الكلام سيدنا، إمتى رح نبلش بتنفيذ الخطة؟ أنا جاهز من بكرة لعيونكم. خلص. يا عين عليك. بالإذن. ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. ولك فهمني وين حطيت الكيس؟ وينه؟ كبيته بزبالة. وين؟ بزبالة. ولك الله لا يعطي الشيطان عافية، ولك الله لا يعطيك عافية يا حق. أنا ما قلت لك خده على دكانة أبو ربيع وسلمه إياه؟ لا، أنت قلت لي كبه بزبالة. ولك أنا قلت لك كب الكيس اللي فيه برادة الحديد بزبالة. يا خرابك يا بيتي، يا خرابك يا بيتي، يا خرابك يا بيتي. ما دخلني أنا بابا، أنت قلت لي كبه بزبالة. ولك معقول أنا قلك هيك؟ ولك يا حيوان. خير ابو رستم، شوفي لك هذا ابني رجب بده يخرب بيتي، بده يجيب لي جلطه بالاوانه. خير ليش؟ شو سوا؟ بحط معه كيس جلد فيه 15 الماسه، حق الوحده منهم اكثر من 3000 دولار، مشان ياخذهم لعند صاحبي الصايغ ابو عامر. قام المغضوب كبه بزباله. ايه انت قلت لي كبه بزباله. ولك انا قلت لك كبه بزباله، كبوه بنار جهنم يا حق. لك تجيب لي جلطه، لك تخرب بيتي انت، الله لا يوفقك. طول بالك ابو رستم، طول بالك شوي، ما بيجوز هيك. ولك شلون بدي طول بالي يا ناس؟ ابني رح يخرب بيتي، فهموني شلون؟ لك شلون؟ عمو وين كبيتهم انت؟ كبيته بزباله. ما اختلفنا بزباله، بس وين؟ بالحاوية الكبيرة اللي على راس الشارع، هنيك بكبوا الزبالة. طيب ليش واقف انت يا ابو رستم؟ روحنا نشوف الحاوية بركي بنلاقي الالماسة. من امتى صارت الحادثة؟ هلا قبل 3 ساعات. يلا امشوا لو كان عجلوا بركي بنلاقيه. يلا يا شباب حاولين ندور على الالماسة. يلا يا شباب. يلا كل واحد على شغله، ما في علاقة بالقصة. يلا وين قلت لي كبيت كيس الالماسات؟ كبيته هون بالحاوية هي مثل ما قلت لي. ولك انا ما قلت لك شيء، ان شاء الله بتنقال اهوالك وبتنحط تحت طابك يا حق. طيب هي الحاوية فاضية ما فيها شيء. لا تعذبوا حالكم، على شو عم تدوروا؟ اجت سيارة زبالة من ساعتين واخذت زبالة هيك.
يا خراب بيتك يا ابو رستم، يا خراب بيتك يا ابو رستم، راحوا للماسات، طاروا للماسات. طول بالك يا اخي، طول بالك، حكم عقل الرحمن، ما بصير هيك مشان صحتك. يا شباب على علمكم، وين بكون اخذ زباله هلا؟ على مكب زباله لوين يعني؟ اصبح انا رايح دور على الماسات هنيك، ما قلت لي قديش بتعطيني زيت لك ياهو؟ قسما بالله اذا بتلاقيه نعطيك على كل الماسه $1,000، وهي رح احط اعلان بالجريده كمان. مشي لعيونك. اذا كان $1,000 انا كمان بروح بدور معهم وبقلب الزباله. عندك مانع بابا؟ نعمه خلتي ولا؟ لك نعمه خلتي يا واد. بدك تعطيني $1,000؟ لك نعمه خلتي. على المزبلة. اسمعي سوسان، يعلن الصائغ مشهور أبو عنبر عن مكافأة قدرها $1,000 لكل ألماسة يعثر عليها في مكب النفايات. لكن شو رأيك نروح ندور أنا وياك مع هالناس؟ بركي بيطلع لنا حق بيت إذا لقينا كم ألماسة. والله ما بعرف يا سوسان، اسأل بينا إذني، حاسس إنه في شي ورا هالقصة. شو هالشي بقى؟ ما بعرف. لك انتو الصحفيين دائما هيك بتشكوا بالاخبار شو ما كان نوعها. هيك قولي. اتفضلي لك. تفضل. لقيتها محلك ولقيتها. بدي ودي لها معلم مشهور كان اخذ مكافاتي. يلا مظبوط، هي الماستي مسيك. هي 100، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وهي $1,000 حلال زلال عليك يا ابن الاصول. يلا لنشوف مين هو ابن الحلال الثاني اللي راح تكون $1,000 الجاي من نصيبه. لعيونك معلم مشهور. يلا يا شباب على مكب زباله، خلينا نجيب بيت الماسات. حاولي نشوف. يلا شو؟ ايه شباب مثل ما قلت لكم ما بنتحرك من هون، لازم تسمعوا صوتنا. لك يا شباب، يا شباب هلا قدامي اخذ $1,000 قدامي. شو عم تقول؟ الله وكيلك ما عم بكذب عليك، بعيني هي شفته، يعني ما حدا قال لي، واهل البلد كلهم عم يستنوني عم يدوروا. يا عم شو عم تسوي يا كان هون مثل جدبان؟ طلعوا شباب امشوا بركي بيطلع لنا من الطيب نظريه. يلا شباب يعني فينا هلأ نجي ناخد الشباب؟ ما في حدا على باب المخفر؟ كتير منيح، كتير منيح، يعطيك العافية مقدم صلاح. طمني، شو قال لك؟ شو صار؟ عم يقول المقدم صلاح إنه فينا نروح نستلم شامخ ورفقاته. حلو، طب ولهالمجانين شو صار فيهم؟ شو وين راحوا أبو شامخ؟ الجماعة صاروا عند مكب زبالة، عم بيبحشوا مثل الجاج وما عم يلاقوا بشي. معناها لازم أمشي؟ طول بالك علينا شوي، خلينا نشرب القهوة بالأول. لازم نقول لك مبروك كمان. لك الله يبارك فيك، شكرا كثير، ما راح انسى هالجميل بحياتي. شو عم تعمل هول نزير؟ ما تروح تدور على الألماسات؟ يا حاجتك سيدي، لقينا وحدة وكفاها الله. شرف شرف، خود هي $1,000 اللي أعطيتني إياهن. لا خليهم معك معليش. إيه شكرا. معناها الدولارات مزورة، ما معه مثل الألماسات اللي راح يدور عليهم. ما قلت لك جني؟ سيدي شريف يسلم هديك. يسلم لك يا سيدي. طيب يلا باي باي.
الحمد لله على السلامة بابا. الله يسلمك بابا. تفضلوا عمو. لوين بدنا نروح؟ بدي اخذك مشوار. لوين؟ على التمثال. شو بدنا نروح نعمل هني؟ بعدين تعرف بابا. تفضلوا عمو تفضلوا. شرف شباب. خد بابا خد. ليش هو هذا بابا؟ هيك بابا للذكرى يعني، تعرف يعني طعنون البلح حمص ما حلوة. كتر خيرك بابا، شو بدي أعمل فيه؟ زي. باي. أهل البلد لازم يعرفوا اللي صار يا سوسن. إذا عرفوا أكيد ما رح يسكتوا. أكيد ما رح يسكتوا، ما لازم يسكتوا، لأن هذا التمثال هو رمز لبلدهم. ها ليك رجوا. معقول يا جماعة؟ معقول ما حدا سأل؟